الحقيقة النهاردة هنتكلم عن موضوع حيوي جدا، وهو موضوع الأمراض الجلدية أو التغيرات الجلدية اللي بتحصل في جلد السيدة أثناء فترة الحمل. جات لنا رسالة من سيدة بتقول إن هي حامل للشهر التالي للمرة الثالثة، وإن هي حامل دلوقتي في عمر 4 شهور، وإن هي لاحظت ظهور هرش في جلدها بطريقة جامدة جدا، وإن الهرش ده كان موجود في الحملين السابقين لكن كان بيجي دايما في آخر شهر أو شهرين. فبتسأل ايه اسباب هذا الهرش وازاي هي ممكن تقدر تعالجه. الحقيقه علشان نرد على صاحبه هذا الاستفسار فبنقول لها ان الحقيقه في اثناء فتره الحمل في تغيرات هرمونيه كثيره جدا بتحصل في الجسم، وفي تغيرات بتحصل في الجلد بصفه عامه. فمثلا بنلاقي ان في زياده الاصطباغ او غمقان معين في مناطق محدده من الجسم بتظهر في البطن او في الثديين. بنلاقي ايضا ان الجسم كميه العرق بتزيد في معظم انحاء الجسم ما عدا باطن اليدين. ايضا بنلاقي ان في تغيرات فسيولوجيه بتحصل، مثلا زي ظهور الشعر في اماكن مختلفه من الجسم بتختفي بعد الولاده. ايضا بنلاقي ان ممكن تحصل دوالي في الرجل او في الرجلين الاثنين، او ممكن تحصل مرض زي البواسير اللي بيختفي ايضا بعد الولاده وهكذا. ممكن تغيرات تانية بنلاقيها مثلا زي ظهور بعض التغيرات بالنسبه للحمل، زي مثلا ممكن تلاقي في ورم بيظهر في اللثه بنسميه ورم اللثه المصاحب للحمل، وده بيكون ورم دموي كبير جدا في لثه هذه السيده الحامل مجرد ما انها بتولد هذا الورم بيختفي. انما احنا بنتكلم عن التغيرات المرضيه، فبنقول ان في تغيرات بتحصل في الجلد اثناء فتره الحمل، لكن هذه التغيرات لابد ان احنا نشوف النواحي المرضيه عشان نقدر نشوف الحالات البسيطه ونعالجها. ففي من ضمن الامراض اللي ممكن تصيب السيده اثناء الحمل اللي هو مرض بنسميه هربس الحمل. والحقيقه هربس الحمل بالرغم من انه من الامراض القليله في الحدوث او النادره، لكن ده مرض من امراض المناعه الذاتيه اللي فيه بلاقي الجسم بتظهر طفح جلد متعدد الاشكال، ما بين هرش، ما بين بعض البقع الجلديه، ما بين الحويصلات، ما بين الزوائد الجلديه وهكذا. وان هذا الهربس بيكون مرض من امراض المناعه الذاتيه، بمعنى ان الجسم بيعتبر الجنين اللي موجود جواه كجسم غريب عليه وبيحاول انه يطرده. والحسن الحظ ان هذا المرض من امراض نادره الحدوث لانه بيمثل خطوره على حياه الطفل وعلى حياه الام. ايضا في مرض ثاني بنسميه الطفح القوباوي. هذا الطفح بيكون عباره عن الجسم كله طفح كامل بخلايا صديديه غير بكتيريه. الاقي الجسم مليان خلايا صديديه غير بكتيريه، لما اخذ هذه الخلايا الصديديه احللها ما بلاقيش اي نوع معين من انواع البكتيريا. وهذا المرض يشبه الى حد كبير مرض الصدفيه، وعشان كده لما بنلاقي التشريح النسيجي لهذا المرض باي جزء من الجلد ايا يكون بنلاقي تركيب الجلد يشبه الى حد كبير تركيب الصدفيه، وبنلاقي قصه الصدفيه موجوده في داخل هذه العائله. وايضا لحسن الحظ ان هذا المرض من الامراض القليله الحدوث او النادره، لان هذا المرض بيمثل خطر على حياه الام وحياه الطفل. لكن علشان اقول لك في بعض الامراض الثانيه اللي بتحصل وبتبقى شائعه، زي مثلا بلاقي حاجه اسمها الطفح السام، الاقي هرش جامد جدا موجود في داخل الجلد. كل ست ما بتحصل حمل الهرش ده بيقرب على الشهور الاولى، ده مرض من الامراض اللي سهل السيطره عليها. ايضا في مرض ثاني بلاقي اللي هو عباره عن الطفح الجلدي الارتكاري مع الهرش، بمعنى الاقي بقع ارتكاريه موجوده في الجسم اللي هي عباره عن ارتفاعات في داخل الجلد في خلال ساعات قليله تختفي وتنتقل الى مكان اخر وتظهر ويبتدي الدروس يحصل فيها وهكذا. ده نوع ثاني من الطفح الجلدي. ايضا بلاقي في نوع ثاني من الهرش اللي بيحصل اللي هو بيكون عباره عن الهرش الحلقي، بلاقي الجسم بلاقي فيه عباره عن قشور على هيئه حلقات موجوده في منطقه الجذع من الامام او من الخلف، وهذه القشور كبيره قد تكون صغيره 3 سم في قطرها او قد تكون كبيره تصل الى 38 سم في قطرها. ايا تكون انا قلت هذه الصوره عشان اقول لك عزيزتي الام ان في تغيرات بتحصل في الجلد، في تغيرات مرضيه وفي تغيرات غير مرضيه، وان في انواع كثيره جدا من التغيرات المرضيه اللي سهل ان احنا نسيطر عليها وان احنا نعالجها. المطلوب منك عزيزتي الام ان احنا نشخص الحاله بتاعتك، اي نوع من هذه الامراض الجلديه اللي حصلت، هل هو تغير الهرش الفسيولوجي المصاحب للحمل اللي هو مجرد الاستشاره الطبيه البسيطه وبعض المهدئات الموضعيه او الكريمات الموضعيه تزيله، ولا هل هو من الحاله المتطوره اللي هي ناتجه عن الحالات اللي هي بتيجي مع تكرار الحمل. بنحاول الى حد امان ان احنا نشخص الحاله، ندي العلاج المناسب، نستخدم الصابون المناسب، نريح المريضه بالناحيه النفسيه المناسبه علشان الحمل يمر الى بحر الامان، وبعد كده بنديك نصائح عامه بعد كده. فمثلا في بعض الحالات من الهرش اللي هي بيقول ان الهرش بيرجع مع استخدام حبوب منع الحمل، ففي الحاله دي بعد الولاده بنقول لك عزيزتي الام انك تستخدمي وسيله اخرى دون استخدام هذه الحبوب بالنسبه لك وهكذا.
المطلوب منك عزيزة الأم إنك تستشيري أقرب طبيب ليكي، وهو هيديك العلاج المناسب علشان تقدري تعدي هذه الفترة على أمان. شكرا.